المنصب العريض وإعلان جدول مواعيد الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، أقبل مئات الآلاف من المواطنين وبحماس شديد على عمل التأييدات للمرشح الرئاسي من خلال مكاتب الشهر العقاري المعتمدة، وبدأ العمل على جمع هذه التأييدات من خلال الأحزاب والمواطنين. 130,000 تأييد من المواطنين. 130,000 تأييد من عموم المواطنين من جميع فئات الأعمار والمحافظات. واسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم بعض البيانات الإحصائية في هذا الخصوص. بالنسبة لتأييدات المواطنين فالعدد هو 1,130,105 مواطن، 740,000 بنسبة تزيد على الثلثين كان من الإناث من السيدات، و 364,000 من الذكور بنسبة تجاوز الثلث قليلاً.